أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بالموقف الريادي والثابت لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في استمرار دعم اليمن وشعبها وإسناد جهود الحكومة للتعامل مع المستجدات الراهنة. وأكد الدكتور معين عبد الملك خلال لقائه على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي على إعادة ترتيب ملفات التعاون المشترك بحسب الأولويات الملحة وإعادة ملف اليمن إلى وضعه الطبيعي من الاهتمام على المستوى الإقليمي والدولي، ومشددا على تفعيل أعمال اللجان المشتركة.